وللمزيد حول الذكرى السادسة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معنا عبر الهاتف دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن. يعني دكتور بعد التحية، كيف تقيم 6 أعوام من عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام، وأبعث برسالة تهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب على عامها السادس وعلى ما أثرت به الحياة السياسية المصرية. يعني أعتقد أن القيادة السياسية وسيادة الرئيس كان دائما دافعا بالشباب في مقدمة الأحداث، وكان تمكين الشباب شيئا هاما تبحث عنه القيادة السياسية طوال الوقت. وبالتالي نحن أمام تجربة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، أخرجت كثيرا من الشباب الواعي الفاهم القادر على قيادة دولته في المنحى السياسي بشكل قوي. وأعتقد أن ما أنتجته التنسيقية من نواب في مجلسي النواب والشيوخ، ومن نواب للمحافظين، ومن عاملين أو قيادات شبابية في مؤسسات الدولة دليل على ذلك. وأعتقد أن لقاءاتنا بهم على المستوى الحزبي كانت تحمل كثيرا من التفاهم، بل والوعي الكبير بالحياة السياسية وباتجاه الدولة المصرية وبالدفع خلف قضايا الدولة التي تشغل بال الرأي العام وتشغل القيادة السياسية. نعم. فالحقيقة هي تجربة تعيننا جميعا على نعم. فهم مقتضى الحال السياسي. طيب دكتور عمرو، يعني إذن يعني كيف أثرت هذه التجربة، تجربة التنسيقية، على الحياة الحزبية والسياسية في مصر منذ نشأتها حتى الآن؟ أولا منذ أن بدأت وهي تبحث في التطوير وتنمية الشباب وقدراتهم على المستوى السياسي وعلى مستوى القيادة المؤسسية في مؤسسات الدولة، فأن يكون هذا مخرجا فهو أهم بمكان ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ ومخرجاتهم ومناقشاتهم الهامة في لجان المجلسين مخرج هام، مشاركاتهم في الحوارات المجتمعية، نعم، في الحوار الوطني، أعتقد أن كل ذلك كان أمام الجميع، وهذا في حد ذاته يجعل التجربة أمامنا ماثلة كيف نعد شبابنا للحياة السياسية، وكيف يكون هناك صناعة حقيقية لقيادات الدولة، أو ما نتحدث عنه سلسلة القيادة السياسية التي لا تنضب أبدا داخل الدولة المصرية.